معايا ام منى. انا بيك يا ام منى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك كنت عايزه اسال بس عن الابتلاء بتاع الزوج. اي على طول اهانه، على طول شتيمه، ما بيحبنيش اللي انا امشي من البيت، بعد ما امشي بيرجع تاني يكلمني. باجي طبعا غصب عشان عيالي. معايا عيله عندها 20 سنه و17 سنه وعيل صغير، لازم ارجع عشان خاطر عيالي، بحس ان انا مذلوله. انا مش فاهم حاجه، ثواني، حضرتك متجوزه جوزك ده بقالك كام سنه؟ بنتي عندها 20 سنة، أنا ايوه. قعدت مخطوبة سنتين ونص، كده أزيد من 20 سنة طب يعني ربع قرن، داخلين على ربع قرن، يعني ايه لازم ارجع عشان خاطر عيال؟ مش انت اللي مخلفه منه 3 عيال دول؟ طيب يعني انت عايزه ايه؟ يعني هو كان سؤالي، انت يعني عايزه تطلقي؟ أنا عايزة أعرف ابتلاء ربنا. أنا على طول أقول يا رب، أنا لو أنت عايز تزيدني أكتر من كده زيدني. شتيمة بهتلة وبرجع طب ومش هو عايزة السؤال، أرجع انت معلش عشان انا بس، يعني هو الراجل بيشتمك وبيبهدلك وانت بتغضبي عند اهلك وبترجعي، انت بقى ما فيش اي حاجه بتضايقه؟ انت بضايقه طبعا، كل حاجة بيتعصبه، كل حاجة يكلمني يهني قدام حد، يكلمني قدام حد يهني، مش عارفة حاجة تحصل، يقعد يزعق، يقعد طب اهلك يعاقب. فين من الاهانات دي بقى؟ اللي بتلاقي اهلك مش اروح واقفين عند معاك؟ اختي طبعا الشهر اللي فات، كتير كتير مشاكل قوي قوي. اروح عند اختي يرجع يجيبني، بيسلط عليا ناس، عايز يجيبني انت بالعافية بقى. عايزه تتطلقي وتسيبي عيالك يعني؟ لا انا مش عايزة السؤال ايه؟ اتطلق، طب وايه انا عايزة السؤال؟ اعرف الابتلاء ده، الابتلاء بتاع ربنا ده، حاضر، مش الصبر على عارفة الابتلاء. أعمل لو هو انا بشكرك جدا، انا هخليها مولانا اعمم المساله، لانها فتحت التليفونات هتسمع برضو رجاله بتتكلم، بتقول ان انا عايش في نكد ومضحي بحياتي عشان اخدم مراتي واولادي وادور البيت، ومحدش مقدر ده ومحدش بيهتم بيا. ممكن تسمع ستات على النقيض، ضرب وشتيمه وقله ادب، وعلى طول حاسه بالابتلاء. في حالات الابتلاء او الشعور بالابتلاء من جانب كل طرف من التاني، نصبر ازاي يعني؟ وامتى نصبر وامتى نقول لا بقى؟ يعني الصبر حدود، ولا يبقى الانفصال افضل؟ لان دلوقتي بيجي لنا تليفونات 25 سنه وبنت عندها 20 سنه، في الحاله دي، وانا هيك يعني صوت العقل يعني المستنير، اللي هو نصبر ونقول لها استحملي عشان ولادك، عشان في الاخره ربنا هيعمل لك كذا، او يمكن صلح حاله. في الحالات دي تقول لهم ايه؟ أقول هي الحياة الزوجية هي مشاركة، علاقة مشتركة بين رجل ناضج وحكيم وعاقل ويعرف ما له وما عليه، وامرأة حكيمة وعاقلة وتعرف ما لها وما عليه. والتغافل سنة من سنن الإسلام، التغافل عن الأمور التي ما نقفش على الوحدة للناس. بالضبط، الله يفتح عليك، اللي ممكن الأمور تمشي بيها. ممكن هيك تركز على النقطة دي، عشان طبعا للأسف الشديد ربما لو انتوا بتقلبوا في البرامج هتلاقوا ده 1% من رأي فضيلة الشهيد اسماعيل هو اللي بيتقال. يعني فكرة ان احنا ما نقفش البعض على الوحدة، ولو انت لقيتها عصبية هدي، ولو انت لقيتيه عصبي بزيادة هدي. ده سيدنا النبي ما صلى الله عليه وسلم بيعملوش قال كده، كده. هو لا لا يعني لا ده يشد التاني يشد اكتر، لا، دي كلمة كارثة. بالكلمة. شوف يا دكتورنا الحبيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للزوج، بما ان القوامة في ايده والعصمة في ايده وكلمة الطلاق هي اللي في ايده، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني انت مش هتاخد ستنا السيدة خديجة، وانت مش هتاخدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاخلاق يعني، لكن هتاخدي انسان عنده عيوب وعنده مميزات، وانت هتاخد انسان عندها عيوب وعندها مميزات. شوف الحلو ونمي الحلو ده، والوحش حاول تتغاضى عنه، تتغافل عنه، ما دام لا يمس السمعه ولا يمس الخلق ولا يمس الدين، خلاص ابعد عن ده وتغافل عشان الامور تمشي، عشان المركب تمشي. لكن هنفضل واقفين لبعض على الوحده. لكن امتى بقى اقول لا الكلام ده ما ينفعش والحياه دي ما تستقيمش؟ لو في حاجه لا قدر الله تغضب ربنا سبحانه وتعالى بتحصل في بيتك، او هو انسان مش سوي، بياكلك حرام لا عافانا عافاكم، بيامرك بحرام عافانا عافاكم الله، لكن انسان عنده عيوب عنده مشاكل، ده موجود في كل البيوت. طبعا بضم صوتي لصوت العقل المستنير فضيل الشيخ عيد اسماعيل، وارجوكم لاصدقاء السوق والصديقات والاصدقاء اللي هو اتطلقي اتطلقي، انت صبرانه عليه ليه؟ سيبي له العيل ويمشي عشان اعرف قيمتك. كل اللي بيتقال ده هيقعد لكم وهتخربوا مظبوط. بيوت الناس. نعم. وفي النهايه اسمعي صوت العقل واسمعي صوت ولادك وصوت ضميرك، لان في النهايه هتمشي ورا صحباتك هتخرب بيتك، محدش هينفعك. انا بجد من القصص اللي بسمعها كل يوم
هم الصديقه وزميله العمل وانت مستحمله ده ليه اتطلقي؟ هي دي مشكله. دي للاسف الشديد اللي ايده زي ما كان في مثل يقول لك الايد اللي في ايده في النار غير اللي في الميه. ما هو في النهايه هم الولاد اللي بيشيلوا الشيله، وللاسف الشديد المجتمع بيدمر بهذه الاصوات او النعرات الجاهليه.